Bienvenue sur CIF TV, la chaîne officielle du 34e Festival international du film du Caire. من موقعنا هنا بتدار حاجات كتيرة قوي أو حاجة في غاية الأهمية وهي الندوات. الندوات في غاية الأهمية بتتكلم عن موضوعات تهمنا كلنا في كل العالم. وندوة النهاردة كانت شديدة الخصوصية لأن هي بتتكلم عن ذاكرة التاريخ. ذاكرة الشوارع، ذاكرة الناس، كانوا بيلبسوا إيه؟ كانوا بيتكلموا إزاي؟ وإزاي نحافظ على الذاكرة دي؟ إزاي إحنا موجودين أو السينما موجودة من أكتر من 100 سنة لكن إحنا النهاردة بنعمل ندوة عشان نتكلم عن الحفاظ على التراث. إزاي نحافظ عليها ضد التشوه، ضد ان اي حد يتجه اتجاهات سياسيه او 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 ممكن يدمر لنا ده. ندوه النهارده كانت شديده الجراءه والاثاره لان كان فيها اسئله قويه جدا، ونتمنى ان تكونوا طلعوا منها باجنده قويه للحفاظ على التراث. برحب بالسيده باتريس توباستر مديره الارشيف الفرنسي، ومستر ريجيريو بير منسق وموثق السينماتيك الفرنسي، والأستاذ والصديق والباحث الكبير الدكتور محمد كامل الأليوبي. طبعا النهاردة في وجود مستر ريجي روبير هيكلمنا على السينماتيك وعلى الشكل المثالي اللي ممكن يكون عليه السينماتيك المصري، وكذلك السيدة باتريس هتكلمنا على الشكل المثالي للأرشيف، ولكن هتكون بداية رحلة الحوار مع أستاذي وصديقي الباحث الكبير والمخرج الكبير الدكتور محمد كامل الأليوبي ليحدثنا عن تاريخ الأرشيف المصري ومشاكله. أصلا ذكر العزيز كورخي عبد الجليل تقديمه ليا، وإن كان هو بيضع علي الجزء المأساوي أو الميلودرامي في موضوع الأرشيف. عايز أبدأ بمثالين فرنسيين ممكن يبينوا حاجات لنا. الكاتب الفرنسي والمفكر الكبير أندري مالرو بيقول إن المصريين هم اللي اخترعوا الأبدية، ولو كان عارف بالحصل للأفلام بتاعتنا كان يقول السينمائيين المصريين هم اللي اخترعوا الفناء. بالنسبة أيضا في الممثلة الكبيرة الأسطورية سارة برنارد، طبعا معروفة لدى الجميع، وهي كبيرة جدا في السن، أصرت على أنها تصور في السينما وقالت كي أحصل على الخلود. سارة برنار الشرق اللي هي فاطمة رشدي، وهي أيضا ممثلة كبيرة، وكانت سارة برنار الأصلية جت شافتها في مصر من كتر ما سمعت عنها، كانت على كرسي بعجل شافت في بتأدي غادة الكاميليا، صورت فيلم اسمه تحت سماء مصر سنة 26. عرضت الفيلم ما عجبهاش، شفت الفيلم ما عجبهاش شكلها في الفيلم، راحت واخداه وحرقها في صحراء الهرم تحت سماء مصر ايضا. فده فرق بين السرتين بالرئيتين الفرنسية والمصرية، دول ان نقل طبعا من شأن فاطمة رشدي. هو المهم ان ده بيبين يعني في عدم ادراك اهمية، يعني ده بيتكلم عن التراث العظيم اللي عندنا، لكن انا اشك كثيرا هل احنا مدركين اهميته ولا لا. من هذا التراث الرائع هي السينما المصرية اللي هي الذاكرة البصرية الأول والسمعية البصرية الحية لأكثر من 100 سنة، وطبعا تاريخ لا يستهان به بالنسبة لعمر أي سينما في العالم. هذه السينما عملت معاملة رديئة جدا، وأنا آسف استعمال تعبير منحطة، لسنوات طويلة بتفرض عليها ضرائب الملاهي، بتعامل كما لو كانت كباريه، النيجاتيفات بتعامل معاملة وحشية، يعني حتى مع ظهر في الجيوب نيجاتيف وطبع الجيوب نيجاتيف بتطبع من الأفلام مباشرة لغاية ما بتصاب بالتلف. بنقول أيضا معلومة صعب إن احنا نقولها، إن احنا حوالي ربع أفلامنا الرواية الطويلة مفقود، وبنستعمل تعبير مفقود يعني على اساس ان احنا عندنا امل ان احنا نلاقي اي افلام منها. لو قلنا الافلام دمرت او ضاعت او كده فبالتالي ما فيش فايده في البحث، لا بنقول مفقود لوضع مهمه البحث، وان يبقى في اركيولوجي سينما بحق وحقيقي في مصر، ونواصل وده في يعني ممكن نصل لنتائج كثيره جدا. وانا تجربتي الشخصيه كنت تمكنت من الحصول على افلام السينمائيه الاولى اللي بترجع 23 لا تفو صندرة، ففي امل ان احنا نلاقي الافلام هنا وهنا وفي اماكن مختلفه. فكره الارشيف ذات عندنا متاخرا، كانت حتى النيجاتيفات بتحفظ في المعامل
فجاء برضو علشان يشوف العقلية اللي بتتعامل مع السينما. فأما اتحطت الحراسة على الاستوديوهات فكانوا حطوا الحراس الحارس الاستوديوهات من الضباط المقربين للضباط الأحرار اللي قاموا بانقلاب يوليو، فعملوا فحطوا ضابط يعني مدير مكاتب وكده، حطوا ضابط مسكوا استوديو مصر طبعا عشان ياخد بدلات ومكافئات، مش مهم بيعرف او ما بيعرفش، يعني طالما هو من اهل الثقه وليس ضروري ان يكون من اهل الخبره. فهذا الضابط المبجل دخل الاستوديو قال ايه ده؟ قالوا دي نيجاتيفات الافلام القديمه. قال مش الناس شافتها؟ قالوا له ايوه. قال خلاص اخلصوا منها. فاتباعت هذه الافلام النيجاتيفات القديمه بالكيلو وبالطن وخلصوا منها لان الناس شافتها وانتهى الامر. سنه 66 ومده فتره متاخره جدا بدأنا ندرك أهمية وجود أرشيف. بدأت وزارة الثقافة، كان في وزير ثقافة مستنير هو ثروت وكاشة، دكتور ثروت وكاشة، بدأ يدرك وجود أهمية وجود أرشيف سينمائي، فبدأ فقرر أرسله أول مبعوث مصري لدراسة الأرشيف وهو الصديق الذي فقدناه عبد الحميد سعيد، وسافر إلى ألمانيا الشرقية لدراسة الأرشيف هناك، ورجع وتقرر إقامة أرشيف للسينما المصرية. يعني الأرشيف باختصار، وأنا كده أنتهز الفرصة بسرعة بس أفرق بين الأرشيف والسينماتيك لأنه ما بتلخبطوا. السينماتيك دي حاجة زي دار الكتب بالنسبة لنا، ممكن عرض الأفلام فيها، إقامة عروض في أماكن مختلفة وكده، بينما الأرشيف هو زي دار الوثائق القومية، يعني حفظ هذه الأفلام والحفاظ عليها بكل الأشكال. محاولة عمل الأرشيف باستمرار بتقاوم. طبعا احنا بقينا في وضع استثنائي ان النيجاتيفات بتاعتنا بقت خارج مصر، عدد كبير من نيجاتيفات السينما المصرية أصبحت خارج مصر، ولا نضمن ولا نعرف اي ظروف هي موجوده فيها او محفوظه فيها، لان بيتم التعامل مع الفضائيات العربيه اللي خدتها، او في معظم الفضائيات اللي خدت هذه معظم الافلام بياخدوا الافلام، كل اللي يهمهم فيها عمل نسخه ديجيتال وبيصححوا على الديجيتال، ما بيصححوش حتى على الافلام نفسها، الترميم بيتم على الديجيتال ولا يتم على الافلام، وده العرض في القنوات التلفزيونيه دون ان نعرف بالتحديد مصير هذه الافلام التي لا توجد في حوزتنا ولا تحت ايدنا ولا نقدر، المفروض تكون موجوده في المعامل ونشوفها في المعامل، يعني نطمن على وجودها في معامل سليمه، لا نعرف اي شيء عن شروط حفظها. الموضوع يثير مرات متعدده وكل شويه كده يعني ايه يلح على الضمير الثقافي المصري فيظهر ويختفي مره اخرى. يعني انا بتكلم بقول على تجربه مريره صعبه جدا في هذا الموضوع، وطبعا في ناس يعني انا مش منهم، لكن في ناس زي مثلا عبد الحميد سعيد والصديق الدكتور مجدي عبد الرحمن افنوا حياتهم في موضوع الارشيف وبيقاتلوا باستمرار في شيء انا بعتبره بقى نوع من الابسرد. يمكن لما جاء الصديق خالد عبد الجليل وتفعلت الاتفاقيه الفرنسيه اصبح هناك امل، وده اللي خلاني اجي وسط حضراتكم واستعيد ذكرى ما بحبش استعيدها. ومعنا رئيس المركز القومي للسينما وهو دكتور خالد عبد الجليل، منور قناه المهرجان. المهرجان هو اللي منور. ندوة النهاردة كانت ندوة قوية جدا، كان فيها آراء واضحة وصريحة، وكان فيها ما كانش فيها كسوف، ما كانش فيها لا أنا مش هقول السؤال ده أو مش هقول وجهة النظر دي، فكلمني عن ندوة النهاردة. هي أنا رأيي إن أجمل ما في ندوة النهاردة هو إن الأول مرة، طبعا أنت عارفة إن معالي الوزير فاروق حسني أصدر بيان من كام يوم وضح فيه كل الحقائق في التعامل مع الجانب الفرنسي والخطوات اللي تم اتخاذها في هذا المشروع، من أول توقيع الاتفاقية، من أول زيارة السيدة بياتريس لمصر لاختيار المكان، اللي بعد كده الوصول السيد ألان بيس عشان يقول إيه التقنيات الموجودة واجتماعه باللجنة اللي موجودة جوه مصر، لغاية الزيارة اللي هتحصل النهاردة في نفس يوم الندوة للجانب الفرنسي إلى أسرع عمر توسون مرة أخرى لوضع توصيات أخرى، بالإضافة أن الطرح قدام الإعلام وقدام حضراتكم كلكم وقدام كل الزملاء كيف يتعامل الجانب الفرنسي بجدية
شديدة مع المشروع. مخرج، كاتب سيناريو، وأكتر واحد معني ممكن يتكلم لأن هو بيدرس تاريخ السينما العربية بأكاديمية الفنون بقاهرة، معنا الدكتور محمد إقاليوبي. حضرتك منور المهرجان. أهلا وسهلا، منور بيكم. حضرتك أكتر واحد معني ممكن تتكلم في حاجة زي كده لأن حضرتك بتدرس التاريخ، فكلمني عن إزاي نحافظ مش على تراثنا لا على تاريخنا، على الصورة اللي محافظة على مصر كانت عاملة إزاي من سنين وسنين. هي السينما هي الذاكرة السمعية البصرية للعالم كله، وطبعا أي شعب بيهدر ذاكرته السمعية البصرية بيبقى شعب بلا ذاكرة يعني. والشعوب اللي بتهتمش بالسينما والحفاظ عليها بتصاب بزهايمر من نوع ما يعني زهايمر عمومي عام على الشعب. فمن هنا أهمية الأرشيف. الأرشيف يعني الأرشيف ده مش حق، مش حاجة كده إيه إن فلان ده، حق الشوارع اللي اتغيرت، مهندسي المناظر مبدعي مصر في التمثيل وفي الإخراج وفي مهندس الديكور اللي ماتوا يعني. ده بتتم، ده اللهجات بتاعتنا، لهجتنا، عاداتنا كان شكلها ايه وتطورت لايه، ايه اللي كان عندنا يعني. ده عمل على جميع المستويات، في التاريخ الاجتماعي لبلد، في التاريخ السياسي لبلد، في التاريخ الفني لبلد يعني. السينما هي جامعة، في التاريخ الموسيقي لبلد، هي تجمع كل هذه الفنون وليها أبعاد كتيرة سياسية واجتماعية في منتهى الأهمية. زي نحافظ على التراث بتاعنا. حضرتك كمان كلمت عن فيلم يوسف شاهين واللي حصل وزي اتاخد وزي اتعاد تصويره من أول وجديد مع ممثلين تانيين لأسباب سياسية، وبعد كده زعلوا عشان المصري بيمشي قدامهم والمصريين زعلوا في المشهد الثاني لان الفيلم كان اول انتاج سوفيتي مصري مشترك عن السد العالي، بارشيف وصور تحويل مجرى النيل ومش عارف ايه وبتاع، وعمل فيلم حلو على الاقل اكتشفنا انه حلو. بعد كده لقينا مره واحده فيلم قبيح جدا بيتعرض في سينما اوبرا، بطوله مش عارف مين ومين، ماسخ ملوش اي معنى، ها، وقلنا ده فيلم وحش بتاع يوسف شاهين، فيلم كومبينا. فين وفين 20 سنه ولا 30 سنه بعديها نكتشف ان في فيلم اصلي اتصادر اتمنع من الروس ومن المصريين وما حد من الهواة. ها لا هو مش هواة، وما لقيتوه زي لا فيلم. ان يوسف شاهين طلع نسخه ها اللي هي اتمنعت، ولما قالوا هنمنعها راح مهربها مديها لهنري لانجلوا اللي هو مدير السينماتيك الفرنساوي نسخه 70 ملي. بعديها ب40 سنه ولا مش عارف بكام سنه راحوا مطلعين نيجاتيف بموافقه يوسف شاهين 35 ملي للفيلم الاصلي بتاع الناس والنيل، ها، اللي هو زي ما كان يوسف شاهين عايزه، الفيلم الحقيقي برؤيه المخرج بحقه حقيقي. انا النهارده مليان طول يعني، انا يعني السؤال اللي سالته انا عارف ان النيجاتيفات موجوده، ها، بس دايما خايف عليها، دايما خايف. بتعمل ايه عشان تحافظ عليها؟ لان النهارده انا النهارده لما حد يجي يقول لي انت بعت نيجاتيفك ل ل ل ل لقناه او لمستثمر خليجي ولا ما اعرفش ايه وبتاع، انا عمري ما عملت ده، بس ما حدش له عندي حاجه، ده النيجاتيف بتاعي انا من حقي ابيعه ولا ما ابيعوش. وازاي هيتحافظ عليه علشان يفضل موجود؟ السؤال بتاعي على الاقل عايز نسخه من الفيلم الاصلي بتاعي، لان ما اقدرش اعرف هيخطر بباله ايه في يوم من الايام يقول لك الافلام دي كلها حرام، احرقها، هقص المشاهد دي من النيجاتيف. لان انا في فيلمي الاخراني احكي يا شهرزاد كان الناس بتقول لي قص من النيجاتيف، لا مش هقص من النيجاتيف، النيجاتيف يفضل زي ما هو، عايز تقص حاجه رقابه قصي من البوزيتيف. طيب السينما دي تاريخ، وعلشان خاطر يسري نصر الله يبقى موجود على مدى التاريخ، ازاي نحافظ على الشغل بتاعك؟ حضرتك موجود النهارده تحافظ على الشغل بتاعك، ازاي بكره نحافظ على الشغل بتاعك؟ بصي انا مش هممني قوي يسري نصر الله كتاريخ، ومش بكلمك بتواضع ولا بس اي حاجه، بس الافلام مش ده ابدا اللي هم في حاجه. انا لما اجي اتفرج على فيلم، ها، الله يرحمه حسين كمال، فيلم زي صرصره فوق النيل، ومجرد اشوف عماد حمدي ماشي في الشارع، ها، بتاع القاهرة سنة حاجة وستين اللي هو ولا حاجة وسبعين اللي اتعمل فيها فيلم صرصرة فوق النيل، أنا هنا مرة واحدة ذاكرتي، ذاكرة البلد موجودة بغض النظر عن حسين كمال ولا يسري نصر الله ولا موجودة. طب ازاي نحافظ على ذاكرة البلد، على ذاكرة التاريخ، على الاجتماع، ازاي نحافظ على أفلام؟ أول مرة أحس إن في حاجة جادة بتتعمل من أجل إقامة أرشيف هي الفترة دي، علشان خاطر التعاون مع فرنسا، عشان خاطر لا عشان خاطر انها بقت فضيحه ان ما يبقاش عندنا. متهيألي ان وصلت المساله ان اصبح عدم وجود ارشيف
في الوقت اللي بيقولوا فيه هنبني متحف للحضارة المصرية ومتحف اللي مش عارف ايه ونجدد الحسين والسؤال وما نعملش ارشيف للسينما، في جنون في الموضوع. بس حضرتك قلت انا حاسس ان الفترة دي هي الفترة الوحيدة اللي فيها حاجة ممكن تتعامل، ازاي؟ ايوه، لان انا شفت واحد مضى عمره، اسمه عبد الحميد سعيد، مضى عمره ومات حسرة بيحاول يبني ارشيف للسينما المصرية وبيتبهدل زي ما القليوبي حكى. ومعنا مستر روبرت ريجيس وهو مناسق وموثق السينماتيك الفرنسي. It's a pleasure to have you here and the press conference was amazing and you talked about many things and Yusri Nasrallah raised many points. One of them that why would I give my negative and my film to someone that I don't really know which organization, how they would take care of it and I wouldn't be really sure that my film wouldn't be messed up. Okay, vous pouvez traduire s'il vous plaît? Mon film à une organisation, pourquoi je devrais leur faire confiance? C'est Yusri Nasrallah qui a posé cette question tout à l'heure. Donc c'est la fameuse question qui n'a pas été traduite, donc voilà, j'ai l'information pour la mémoire, tout simplement, pour se souvenir et pour garder une trace. C'est ça, en fait, l'émission patrimoniale sert vraiment à ça, à conserver la mémoire d'un patrimoine. Et là, bien sûr, on parle de la mémoire d'un réalisateur, tout simplement pour transmettre cette mémoire. Donc bien sûr, il faut faire confiance, il faut mettre les moyens pour faire toute cette transmission. Mais oui, c'est la réponse à Monsieur Nasrallah, c'est ça. C'est pour conserver cette mémoire, puisqu'en fait le cinéma, ça a toujours été cette même histoire. C'est quelqu'un qui transmet quelque chose à quelqu'un d'autre. Et on doit conserver et continuer, voilà. Donc bien sûr, il faut avant tout avoir ce climat de confiance et il faut bien sûr donner pour conserver dans des bonnes conditions et dans des bonnes conditions de diffusion ce patrimoine et cette mémoire. We'll be right back.
ومن فعاليات النهاردة أن احنا حضرنا ندوة شديدة الثراء كانت بتديرها دكتورة ليلى تاكلة، وجدير بالذكر أن الندوة دي اسمها السينما التركية والعلاقات الدولية. اتكلموا فيها عن علاقة أن ازاي السينما دي بقت بتدخل كل بيت. زمان أيام ألكساندر ذا جريت وأيام جنكيز خان وأيام الحروب الكتيرة دي كلها كانوا عايزين يضغوا على العالم بدخول الدبابات أو بدخول الأسلحة أو بأن هم يرغموا الناس على الثقافات، إلا أن السينما والتلفزيون بيعمل حاجة تانية خالص، وساعات كتيرة جدا بتكون إيجابية وما فيهاش طرطش الدم. ده كان الحوار النهاردة، وكان لينا لقاء مع الممثلة التركية سعدات أكسوي، وجدير بالذكر إن هي كمان عضو من أعضاء لجنة التحكيم في السينما الديجيتال. يلا بينا تابعوا الندوة، تابعوا اللقاء ورجعوا لنا تاني. أحب أقدم دكتورة ليلى، مش هقدر أقول هي مين بالظبط لأن في كتاب ممكن تقدروا تطلعوا عليه بنقول هي مين، بس نقدر نقول كلمتين عنها. هي سيدة مصرية متميزة تحظى بالتقدير والإعجاب إقليميا ودوليا، أستاذ القانون ومستشار قانون دولي في البرلمان المصري. كانت أول سيدة تنتخب لرئاسة لجنة العلاقات الخارجية. لو قدرت أقول ده كله يبقى هنضيع كل الوقت. هذه المرحلة التي نعيشها اليوم تكفيها جميع هذا النوع بين العلاقات بين الدول، إنما فيها عامل آخر أيضا من العلاقات ومن الاحتلال، وهو العلاقات الثقافية. ممكن احتلال الشعوب والعقول عن طريق علاقات ثقافية بأدوات الثقافة، إما احتلال إيجابي وإما احتلال سلبي. أدوات الثقافة هي إيه؟ هي الكتاب، هي المسرح، هي الأغنية، هي الشاشة، هي السينما، الشاشة الفضية التي بدأت منذ 100 عام تنتشر، بحيث ممكن أن تكون في تيمبكتو وترى ما يحدث في البرازيل. واسمحوا لي هنا بثلاث ملاحظات سريعة نتناولها بالمناقشة معكم. الأولى هي أن في البداية كانت صورتنا نحن في الشرق الأوسط صورة سيئة جدا. يعني في فيلم عن Around the World in 80 Days، حول العالم في 80 سنة. الفيلم ده هو بيصور تركيا على إنها بلد مسكين فيها السواح اللي بيجوا عشان خاطر يضربوه. بتصور مصر على إنها تمساح ونيل، وبتصور العرب على إنهم بس شيوخ عاوزين راقصات. طبعا كل ده تغير اليوم، وأصبح هناك أفلام تعبر تعبير أكثر وأجمل على هذه المنطقة التي نعيشها. النقطة الثانية هي مصر كان لها ريادة كبيرة في هذا المجال. وش أحكي لكم على استوديو مصر وعلى الرعيل الأول زي يوسف وهبي وأمينة رزق، مروراً بفاتن حمامة وأحمد مظهر وسخراني وكل هؤلاء العمالقة. إنما الموضوع الثالث هو ظهور الأفلام التركية. تركيا غزت المنطقة غزوا ثقافيا حميدا، مش غزوا ثقافيا سيئا، بأفلام ومسلسلات دخلت كل البيوت ودخلت مع وسط العائلات وأصبح لها تأثير كبير جدا. وأنا يسعدني جدا ويشرفني أن يكون معنا اليوم 3 من نجوم السينما التركية معنا اليوم لنتناقش معهم على رأيهم في مدى وصول الأفلام التركية، ونستمع منكم أيضا. معنا ميلتم جنبول، وهي الحائزة على الجائزة في مهرجان بالم سبرينغز في الولايات المتحدة، ولها عدد كبير من الأفلام ممكن أن هي تقولها. وأيضا لدينا هذه السيدة التي حصلت على جائزة الكرة البرتقالية، وهي عضو تحكيم في المهرجان. ومعنا أيضا هذا الشاب الوسيم اللي هو مراد يلدرم، وله تأثير كبير جدا على الأفلام التي قام بها. والجميل في مراد يلدرم أنه وسيم، لكنه لا يعتمد على وسامته وعلى شكله، بل يعتمد على أدائه وكفاءته. وهو شخص
أنا اكتشفت أنه شخص موهوب، وإذا كان عندنا وقت هقول لكم كيف اكتشفت هذا. إحنا كنا عملنا دراسة على تأثير الأفلام والمسلسلات التركية، تقييمها عملوه مجموعة من الباحثين، فقالوا حاجات إيجابية وقالوا حاجات مش إيجابية قوي، وقالوا إيه اللي هم بيحاولوا إنه يتطور في هذه المسلسلات. وحنستمع نبدأ بملتم تقول لنا رأيها. Film yapmanın, film yapmanın, dizi yapmanın güzel tarafı benim için bir aktör olarak hiç tanımadığım kişilerle bir anda bir olabilme halini yaşamak aslında. Yani o kadar uzaktaki bir kişiye ulaşabilmek, evine konuk olabilmek, evinden biri olabilmek. Dizisi oynuyor ve bayağı hayranı var. Bu bence inanılmaz bir şey. Çünkü siz kendi ülkenizde bir dizi yapıyorsunuz. Ve dünyanın başka bir yerine geliyorsunuz. Ve orada da bu dizinin insanların üzerinde çok büyük bir etki yarattığını fark ediyorsunuz. Ama siz orada yaşarken, kendi ülkenizde bunu çekerken belki bunun farkında bile değilsiniz. Hazırlandığı için ve biz buraya davet edildiğimiz için herkese ve Layla Hanım'a özellikle teşekkürlerimi sunuyorum burada. Şimdi benim için de tabii hiç kolay bir şey değildi ve tahmin edilebilir bir şey değildi. Bir dizi yaptıktan sonra Orta Doğu'da bu kadar ilgi gösterilmesi. Press conference, they were talking about the Turkish-Egyptian relations and how it goes back to history. We have mixed history because the new Egypt was made by the Ottomans. So yeah. Now it's time for TV and for the cinema. Yeah, yes, exactly. To visit one another. And by Noor, the episode that was the launch of the Turkish episodes here in Egypt. What about the Egyptian one back in Turkey? Yeah, we should have them. We don't have any Egyptian TV series in Turkey, so we don't know much about them. That's what we were talking about. Yes. at the symposium, because now the world is so... we can say that the world is small. Globalization. Yes. Yeah, it becomes small, but yeah, it's debatable. But in terms of cinema, you have these different countries coming together for a project. So we're always having co-productions with France and with Germany, or with sometimes England, with different countries. But we're not having co-productions between ourselves. So yes, we should go for that. That's what we think. But yeah, production-wise or in terms of other concerns, I don't know how it goes. But I know that there might be ways to do that. I think it's all about marketing. You have good movie industry, and we have a very good movie industry. Exactly. As well. So it's all about marketing and getting to know one another and distribution. Back to your work as an actress. Now you're switching places. Now you're part in the jury. How hard is it to switch places? It's quite hard. It's really hard to be on the other side and evaluate the works. But at the same time, you know that you know how it's hard to make a film, and you know the concerns, you know how it goes. So it's really hard to criticize toughly, but at the same time you have to be objective. So is it to be objective and not to relate to one of the movies and feel it? And I think it's quite hard, but at the same time, yeah, films are
subjective. It's a subjective way of expressing yourself. So you can never be 100% objective to a film. Yeah, you can always consider the technical or the like cinematographical parts, but at the same time, at the end of the day, it's what brings you as an emotion. So it has to have all of them. That's what I feel. But it's fun at the same time, because I really like being in the juries like that, because you get the chance to be together with a lot of people from different countries, from different point of views. Yeah, from different sections of cinema. So you can have the chance to talk about it, to discuss it. So you learn a lot. What I feel about the juries, it's like I'm also a student. I'm still a student. I'm doing my master's degree. Okay. So what are you studying? I'm studying acting as my master's degree, and also cinema, because it's cinema and acting a lot. It goes parallel. Definitely. But for me, being as a jury member, it's a part of my education. That's how I feel. Wow, that's great. It's yes. Really good. It's really helpful. It's great to be together with all of the people. Yeah, but at the same time, hard also. سوق المهرجان من أهم أقسام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل المهرجانات العالمية لأن بيلتقي في الإعلاميين صناع السينما وطبعا الموزعين عشان يسوقوا ويعرفوا إيه البضاعة اللي عندهم عشان خاطر العالم كله يبص عليها ويشوف تبادل الثقافات والحضارات وطبعا إن إحنا نسوق أفلامنا اللي بتتكلم عن كل حضارة مختلفة. جدير بالذكر إن سوق المهرجان كان أول قرار أخده عزة أبو عوف أول ما مسك رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقال لازم سوق المهرجان يرجع وده طبعا لان هو ممثل وفنان وعارف اهميته. يلا بينا نتابع افتتاح سوق المهرجان والاقسام المختلفه فيه والديفرنت انترفيوز وكان لينا لقاء مع عزة أبو عوف وطبعا سهير عبد القادر. سوق المهرجان من أهم أركان المهرجانات هو ده اللي بيعمل تبادل الثقافات زي الندوات زي النجوم المختلفين فكلمني عن لحظة افتتاح سوق المهرجان. أنا يمكن أول قرار خدته في حياتي لما مسكت مسؤولية المهرجان إن السوق يرجع تاني بعد ما كنت يمكن ما كنتش لسه فاهم ولا حاجة ولا فين فوق ولا فين تحت ولا فين يمين ولا فين شمال. بس حضرتك فنان وممثل ومدرك حاجة زي كده. مظبوط وحاجة زي كده لازم تكون موجودة لأن مفيش مهرجان من غير سوق. بس. ده من ضمن تبادل الثقافات. كلمني عن تطور المهرجان في دورته ال 34 والويب سايت 6 لغات. اخلص بس التلفزيون. والمعجبين اللي عايزين يصوروا معاك. يعني المهرجان السنه دي الحمد لله. يعني انا بقول انه وصل ل 95% من اللي انا كنت عايزه، يعني وانا كنت صريح جدا مع الناس ومع نفسي من اول يوم. انه اول سنه انا قلت انا وصلت ل 70%، ثاني سنه قلت 80%، السنه اللي بعديها قلت لا احنا زي ما احنا 80%. يو اندر استيميت علشان خاطر ما تبقاش مغرور. لكن الحمد لله. لا علشان دي الحقيقه يعني بالظبط. انا نفسي ان احنا نبقى زي كان. ليه لا؟ يعني ليه لا؟ فما فيش حاجه تمنعنا لان عندنا الستارز وعندنا الصناعه وعندنا جمال البلد وعندنا النو هاو وعندنا كل حاجه. طب ليه ممكن نفضل نيأس في نفسنا نقول لا مش لا ممكن ان شاء الله في يوم من الايام نوصل ان شاء الله. احنا عامة رقم 3 على مستوى العالم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فبالتالي ان احنا نكون رقم 2 مع كان مش بعيد ابدا عننا وكمان نفوق برلين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك نورتني. ميرسي جدا لحضرتك. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 34 وتطور كبير جدا، ابتدى بالويب سايت اللي بقى واجهة للعالم كله وتطوير ست لغات يا رانيا. كبيرة. زائد ان في الويب تي في وفي قنوات بتتشبث والجوجل. وعايزة احيي كمان انت عارفة طبعا وزارة الاتصالات والجميل عادل اللي قاعد معانا 24 ساعة. يعني لا كان في حب. الافتتاح كان رائع، كان منظم جدا وكان ماشي كويس جدا. في نجوم عالميين جوليات بينوش ريتشارد جير، وزي ما كلنا عارفين دي حاجة ما بتتمش بالساهل. لكن قد ايه اسم المهرجان بقت حاجة كبيرة؟ مش بالساهل فعلا. ما انا عشان كده بقول لسه كنت بقول لهم على فكرة دي وزارة الثقافة اشتغلت شغل جميل جدا لوزارة السياحة. صح.
ودي حقيقه بقى. اللي ينكر كده لا هزعل منه. القاهره القاهره ما هي ما هو سياحه، احنا يعني مش سياحه ان احنا واخدين سواح، احنا يعني لان مصر في عيون العالم، فورينا للدنيا كلها مين مصر. مش قادر اقول لك الايميلات والاس ام اس والناس كلها مبهوره باللي حصل. مش عايزه افرح قوي لغايه ما اخلص المهرجان، وانا بشتغل يوم بيوم وبقول على طول المهرجان مش افتتاح وختام يا جماعه، المهرجان فعاليات ثقافيه. انت شايفه كميه الناس اللي في الندوات عمرها ما حصلت. وحاجه حلوه جدا ان في الندوه الثقافيه الاخيره اللي بتتكلم عن مصر بصناعه السينما ومصر وتركيا وازاي ممكن نحسن ده، وازاي بيبقى في غزو ثقافي لكن ساعات بيكون بالبوزيتيف. حضرها السفير التركي شخصيا. السفير التركي وبعدين دكتوره ليلى تكلا موجوده، وبعدين هي اللي بتدير الندوه. تقدري تجيبي استاذ عادل حموده عشان يدير ندوه فؤاد سعيد، يعني والناس ما كانتش تعرف مين فؤاد سعيد. يعني حاجه جميله. عايزه اقول لا، في حاجه، في حاله، يمكن كلمه مصر في عيون العالم فكره عايزه اقولها دي مهمه جدا. كانت فكره استاذ احمد رأفت بهجت انه يعمل سكشن يقول مصر في عيون العالم ونجيب الافلام اللي اتكلمت على مصر. فاتطورت العمليه بقيت تقول مصر في عيون العالم. ده احنا الناس هجمتنا، في بعض الناس لان هم ما فهموش وقالوا ايه صدق او لا تصدق، ها مصر ضيف شرف. عمرنا ما قلنا ان مصر ضيف شرف. مصر في عيون سينما العالم، العالم. وحبه في حبه سينما. عايزين نقول ايه مصر في عيون العالم كمان، مش في السينما بس. مصر حاجه كبيره قوي يا جماعه. المهرجان كان يعني موفقا في اختيار مصر في عيون العالم في الوقت اللي مصر فيه معرضه لهجوم كبير، وانا سعيده ان هؤلاء النجوم موجودين. وهو ناجح جدا هذا المهرجان، وكل سنه وانتم طيبين. اولا اهلا بيكم في صوت القاهره معانا في المهرجان. صوت القاهره بتقدم امثله للدراما بتاعتها هنا والاعمال بتاعتها اللي قامت بيها من سنه 82 لغايه 2010. وبتقول ان احنا نقدر نشارك باعمال جديده ونقدر نبدع في المهرجان. طبعا المهرجان مهم جدا لاي مبدع ولاي شركه منتجه زي صوت القاهره، واحنا شايفين ان المهرجان كويس بيضيف لنا تاني بالنسبه لنجاحاتنا في الشركه، وربنا يوفق باذن الله. احنا عندنا هنا كل اعمالنا بنقدمها، وعندنا اعمال السنه دي قدمناها برضو بنقدر نعرضها في الكتالوج اللي احنا مقدمينه. أعمال السنة دي زي سنوات الحب والملح، في عندنا ماما في الاسم، وفي امرأة في ورطة. لا شك أنه أي مادة موجودة بين إيديك لازم تسوقها بالطريقة الصح، ولا تسوقها لازم تفتش على المكان الصح. بعتقد مهرجان القاهرة منه بحاجة لحدا يحكي عليه، بالعكس هو لحاله بكفي وبوفي، واسمه صار شهادة بيعتز فيها أي صحافي أي إعلامي عربي أي صاحب مؤسسة ممكن بده يسوق للمنتج الموجود عنده، لأنه بيعرف أنه الحضور أول شيء عم بيكون من النوعية المهمة من الأشخاص، من المثقفين، من كبار النجوم العالميين والعرب، عم بيكون محط أنظار كل العالم، كل أنظار العالم متوجهة على مهرجان القاهرة. فبالتالي أي صاحب منتج من مصلحته إذا بدك أنه يسوق بالسوق الخاص بهالمهرجان، فنيالي اللي قدروا يشاركوا هالسنة، واللي ما شاركوا اكيد السنه المقبله لازم من هلا يحجزوا لحتى يكون في لهم مكان، لانه هيدا الشيء اكيد راح يفيدهم على اكثر من صعيد.
All hail Cleopatra, kindred of Horus and Ra, beloved of the moon and sun, daughter to Isis, and of Upper and Lower Egypt, queen. Is made with Nile water. بلد ساحرة جدا وأجمل ما فيها أو من أجمل ما فيها القاهرة بالليل. القاهرة بالليل يعني الأناقة، يعني الستارز في السماء، يعني سهر لحد تاني يوم الصبح، وما فيش حاجة أجمل من إحنا نحضر جالا دينر على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته 34 ونلاقي ملكة الأناقة النجمة الجميلة رجاء الجداوي منورة كاميرا المهرجان. ميرسي ميرسي قوي قوي، كل سنة طيبين وكل مهرجان وانت طيبة. حضرتك طيبة. من سنة للتانية بتحرصي على التواجد بشكل أو بآخر في مهرجان القاهرة وفي علاقة وطيدة. ده حقيقي، بس للأسف السنة دي ما حضرتش الافتتاح لأن كنت في قطر، وجيت في نفس يوم الافتتاح بس جيت بعد الساعة 6، فكان في استحالة، ولكن شفت يعني اتفرجت على الريد كاربتس في التلفزيون، اتفرجت على نجومنا وهم داخلين، وسمعت الكلمات الجميلة اللي اتقالت، استمتعت بوجود ريتشارد جير. طبعا يجنن وجنت بينوش. المهرجان جميل وشكله كان منظم قوي قوي قوي، منظم جدا. والحقيقه ندمت ان انا ما قدرتش الاقي تذكره قبلها بيوم واحده للمهرجان، ولكن ان شاء الله في الختام باذن الله لو عشت باذن الله اكون موجوده. المحافظ استاذ عبد العظيم وزير، اهلا بيك، منور قناه المهرجان، وحضرتك محافظ القاهره التي بتتلألأ بجمالها بالليل واللي بتفضل صاحيه لحد الصبح، وحضرتك قد ايه قدمت دعم كبير جدا للمهرجان. انا طبعا سعيد كل السعاده ان انا بشوف هذا المهرجان للمره ال 34 بينعقد في القاهره، وهو من اهم المهرجانات الخاصه بالسينما على مستوى العالم كله. والقاهره يعني مدينه جميله وساحره زي ما احنا شايفين، لكن بتزداد سحر وتألق وجمال بروادها، بالناس اللي بيقولها بيجدوا الترحاب وبيجدوا الدفء والحرارة الكبيرة اللي أهل القاهرة بيقابلوا بيها ضيوفها، وإحنا سعداء كل السعادة بانعقاد هذا المهرجان في هذه الأيام، وإحنا بنقترب من عام جديد، وبنقول كل سنة والعالم كله بخير. زي ما حضرتك شايفة أن الفنانين ونجوم العالم موجودين هنا بيتمتعوا برؤية النيل طبعاً. وده شيء جميل جدا أنه يبقى على القناة عندكم، وأكثر من كل ده أن هم كمان بيتجاوبوا مع بعض، ثقافات مختلفة وحضارات مختلفة، بيبين لهم جمال القاهرة بما أنه مهرجان القاهرة بيتلألأ. وكفاية قوي اسم الجمعية أن هي محبي مصر السلام، ما فيش حاجة تانية أكتر من كده. بشكر حضرتك، والحقيقة نورتنا. الله يخليك. أنا بشكر كل القائمين على المهرجان، وسنة عن سنة يعني بيصبوا وصبة أكبر من اللي قبلها. الحقيقة المايسترو عزة أبو عوف والدينامو سهير عبد القادر، وبيرأس المنظومة دي الوزير المتميز جدا والفنان العظيم
فاروق حسني. استاذ عبد الله شوكت وهو البطل الرئيسي في فيلم خيال المئات، وهو فيلم عراقي داخل في مسابقه الافلام العربيه. منور قناه المهرجان. والله انتم اللي منورين، وانا سعيد جدا وفرحان جدا انه انا دلوقتي موجود في من ضمن مهرجان قاهره السينمائي الدولي 34. ويشرفني بان اكون دلوقتي اتكلم معاك انت بالذات ومع كل الاخوان المصريين والشعب المصري كله. وانا سعيد جدا انه وفرحان جدا يعني. ايوه والمصري كويس. وموجود فين؟ في ام الدنيا. ام الدنيا دي ايوه ام الدنيا دي. انا بقى عايز اضيف حاجه واحده بس، اقول هي ام الدنيا في نفس الوقت هي بنت الكون. لو في الكون كله في مخلوقات فضائيه بشر تاني وناس تانيين في اي مجموعه شمسيه تانيه يلتقوا في الكره الارضيه يقولوا دي مصر. صح، دي مصر العظيمه، مصر ليها تاريخ عظيم عندنا كمان، وفي نفس الوقت هيقولوا ان مصر هي بنت الكون كله. الحاجات اللي بيحرص عليها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في كل دوراته هي ان هو يقيم مسابقة الافلام العربية، وكان لينا لقاء هام جدا مع رئيس مسابقة الافلام العربية المنتج الكبير محمد العدل. احنا شفنا اربع افلام ولسه قدامنا ثمان افلام. وايه رأيك في الاربع افلام؟ لا ما دي ما ينفعش نتكلم فيها خالص. لكن شفنا اربعة، وانا شايف ان حتى لو مسابقه الافلام العربيه، لو الافلام حتى لو وده مش صحيح كانت افلام ضعيفه، فده نوع من انواع الدعم ليها عشان تقدر تتقوى وتزيد وتبقى بالشكل. لكن اعتقادي الشخصي انها مسابقه مهمه جدا وداعمه. يعني انا النهارده لما اتفرج على فيلم من البحرين، وهي دوله ليست سينمائيه، عملت فيلم واحد قبل كده وده الفيلم الثاني، فلازم ادعمها، لازم اقول له كويس. اما يجي لي النهارده فيلم من سوريا، مخرج جديد اول مره بيعمل فيلم، لازم ادعمه، لان في الاخر المنطقه العربيه كلها انت اللي بتعتضنيها، ما حدش ثاني هيعتضنها. ومعانا الفنانه الجميله نهال عنبر، واللي دايما برضو بتحرص ان هي تبقى موجوده من ضمن فعاليات المهرجان. منوره قناه المهرجان. ربنا يخليك يا حبيبتي. ايه اخبار المهرجان السنه دي في وجهه نظرك، وايه رايك في اللي بيحصل والتطور والويب سايت ولينا قناه؟ بصي انا مبسوطه جدا من التطورات الجامده قوي اللي معموله حقيقه. حتى انا يعني قبل ما اعرف التطورات، اول ما رحت على المهرجان من اول بدايه دخولي من السجاده الحمراء، في نظام، في شياكه جامده قوي، في نجوم جامدين قوي، جم مش سهل يجوا. الاحتفال بالنجوم دي بطريقه شيك قوي، وده حاجه مهمه. الاستعراض والحاجات المنظمه، لا حقيقه تنظيم المهرجان يعني بيرفكت المره دي حقيقه، اكتر من اي مره يعني. صراحه مهرجان السنه دي حلو قوي، حاسس حاجه مشرفه لينا دكتور عزت، وطبعا سياده الوزير عاملين شغل عالي قوي السنه دي، من اول الجاست ريتشارد جير لغايه الاورجنايزنج كان حلو قوي السنه دي، كل حاجه حلوه قوي، الافلام شكلها جامد قوي السنه دي. انا ميال شويه للروشن موفيز، فهتابع شويه الافلام الروسي. الافلام الروسي ان شاء الله. هل في حاجه محدده على بالك؟ عايز اشوف فيلم الشوق، مستني فيلم الشوق لما يتعرض. عايز اشوف حاجه المصري. ده المصري في الاوفيشال كومبيتيشن، وانت دلوقتي المذيع. انا دلوقتي مذيع. ايه رايك فيلم الشوق؟ لا النهارده لسه ما اتفرجتش عليه، لسه ما اتذاعش، لكن النهارده كان بيتذاع فيلم اسمه هو ام اي روسيا. انا بصور اليومين دول فيلم تامر حسني جديد، عشان كده عمر وسلمى ثلاثة. دوري غريب كده شويه، نيرد يعني، واحد كده صاع على كبر، الناس هي بتصيع على كبر دي، فهو بقى بايظ ضاع الدنيا خالص، بس بحاول يعني. ان شاء الله في مفاجات كتير، والالبوم بتاعي شغال فيه اليومين دول، ربنا يسهل يعني. عشان كده بس مشغول شويه، بس ان شاء الله هتابع، احاول اتابع الافلام اللي قد ما حلو قوي ان انت هتتابع. وكنا لسه بنعمل انترفيو مع الفنانه نهال عنبر اللي هي والده حضرتك، وقالت ايوه اختك الكبيره وقالت ان انت اللي بتتابع على الانترنت، فهل بتتابع الويب سايت، اوفيشال ويب سايت بتاع القناه؟ طبعا انا بحاول، حتى عندي
اللي هي اسمها ايه؟ اللي هي التشارت اللي عليها كل الافلام دي عجبتني بصراحه، يعني عجبتني وبقيت عارف كل الافلام فين وبتاع. مشكلتي بس انا عايز اقرا البريف على الافلام. في بريف عن الافلام على الويب سايت. الويب سايت طب كويس، اخش بقى النهارده اتابع واشوف، عشان في نوعيه افلام بحبها، بحب قوي الريل موفيز، الحاجات الحقيقيه او البيزد اون ترو ستوري او الحاجات السايكو دراما، فالحاجات دي انا بدور عليها، بحب اتفرج عليها قوي. مستر هيكتور، يو هاف ساتش ا جريت ا جريت باث اند جيرني، يو وان ذا بير in Berlin, you were a jury member in Cannes, your movies are everywhere, you have this worldwide attention to your messages and your movies. So tell me about the movie that you feel it the most, when you want someone to remember Hector, you want him to remember this special film. Well, there was one picture that was one of the three Silver Bears I won in Berlin, which is Rebellion in Patagonia, that was very famous, and it's a classic, not only of Argentine cinema, but of Latin American cinema. And then I have here in the Festival of Festival section, the last picture I directed called The Mural, which shown in the Star Cinema. Εντάξει, μου θέλω να γίνω πιλότος. Και ο κολλητός μου το ίδιο, ο Θάνος, αερολέσχες και τέτοια. Οι γονείς μου βέβαια αντέδρασαν. Και όταν ήρθε η ώρα για το πανεπιστήμιο, έγινε στο σπίτι τροϊκός πόλεμος. Η μάνα μου πάθαινε κρίσεις γιατί λέει τα αεροπλάνα πέφτουν και πρώτα απ' όλα θα πέφτει το δικό μου. Ο πατέρας μου με χαστούκησε για πρώτη φορά στη ζωή του. Εντάξει, η διαστρωμένη δουλειά, άνθρωπος, έτοιμο γραφείο, δικηγόρος ο παππούς, δικηγόρος ο μπαμπάς, δικηγόρος κι εγώ. Επαναστάτησα, του λέω. Εγώ δεν πάω να δώσω για νομική. Αυτός μου το ξέκοψε, δεν έχει δραχμή, μου λέει, για σπουδές πιλότου. Mămica, nu mă lasă niciodată la el. Și câteodată mă mai și bate când vede că am furat mâncarea, ca să-i duc lui, dar mi-e milă de el și vreau să-l ajut, pentru că știu că voi doi erați cei mai buni prieteni. Ia și bea că te fărâm. Bea, hai. Hai că-ți dau. Bea, mă, cu mine aici. Tu-ți grijă-ni, mătii. Hai. Bea. Bea. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Tu-ți grijă-ni, mătii, bărăști. Ia uite, mă, vine mâine la copilul, bărăștesc aici. Să fac eu hepatită la ficat. Cine spală, mă, mă, ta? Ha? Ca tu! Ei, stos, nu, nu!
Get